خلينا نقدر نحكي مع الحيوانات، تحس شيء رهيب صح؟ بقولكم قصة طبعا أنا أعرفها، ما أدري عن مصداقيتها طبعا، بس بقولكم القصة دي. يقال إن في واحد راح سيدنا سليمان عشان يتعلم لغة القطط، الرجال تعلمها وختمها. طبعا أول شيء سيدنا سليمان عليه السلام ما رد يعلمها، لكن أصر على سيدنا سليمان وعلمه إياه. فبيوم سمعهم قاعدين يحكوا البسس إنه بكرة راح يموت ديك عند فلان اللي هو نفسه هذا راح تعلم لغة القطط، فمن الصبح راح وباع الديك. وبعد فترة سمعهم قاعدين يقولوا إنه بكرة راح يموت عنده كبش، وعلى نفس الحال راح وباعوا من الصبح. وبعد فترة سمعهم قاعدين يقولون انه بكرة راح تموت عنده بغرة وراح ناكل من عظامها، وعلى نفس الحال راح وباعها ثاني يوم. وبعد فترة سمعهم قاعدين يقولون انه بكرة راح يموت ولده وراح يظلون ياكلون اللحم لمدة 3 أيام، ونفس الحكي راح وباع ابنه. لا انسى الصف هذا. راح على سيدنا سليمان عليه السلام وقال له كذا وكذا وكذا، من طقطق السلام عليك، من الديك للكبش للبغرة ابنه. فقال له ان الله اراد ان يفدي ابنك بالديك فبعته، واراد ان يفدي